السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نقول اللهم صل وسلم على حبيب الله مصطفى عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح نديرو الكباب. على بالي كاع تعرفوا الكباب، بصح نديرو. كاين بنات لي هذا وين تزوجو مازال ما يعرفوش، نعلمو المبتدئات والشعلي واللي يعرف الله يبارك. الكباب لازم نطريفة تاع الدجاج، يعني صراحة الكباب يجي بالدجاج خير من باللحم. عندنا البطاطا بيان سور، قلنا الدجاج، عندنا حبه بصل تكون كبيره مقطعه ولا فلا جوزها في الرحيوه، ولا عندنا شويه تاع فلفل اسود صديق فلفل الكحل، قرفه طريف تاع الزبده، زيت وملح. هنا نبداو في الدوزين، نرمي شويه، الا ما درتوش شويه تاع الزبده ولا المارغرين تقدروا ديروا شويه تاع السمن. هذه هي تقدروا ديروا شويه تاع السمن. هنا ندوبو، هنا ندير شويه تاع الزيت، ما تكثروش بزاف، يا ربي زوج مغارف. نرمي الدجاج، بسم الله. هكذا نتوما الا عندكم طرف تاع الصدر قسموه طريفات صغار، ولا عندكم خيطه تاع الدجاج ثاني كيف كيف. ها نخليه يسخن مليح قبل ما نرمي البصل، نخلي الدجاج شويه ياخذ واحد اللون شويه دوغي، نخليه يحمر لي شويه. هنا نبدا ندوزن، ندير شويه تاع القرفه، شويه تاع فلفل الكحل كما تعرفوني فلفل الكحل شويه ما نستاهلش انا وياه، ونرمي البصيله اللي عندي. هكذا ما ننساش الملح، هنا نخلي يتقلى لي مليح البصل مع الدجاج ومن بعد نكمل. هنا من بعد ما تقلى لي مليح البصل نمرق، بسم الله. هكذا توجست ما نكثرش المرقه بزاف. هنا ونخلي الدجاج يطيب في غرضه، نروح نلتها نروح نلتها بالبطاطا باش نقليها. هنا هاي البطاطا، نوري لكم كاش مقطع البطاطا. البطاطا تاع لي فخيت لي ناكلوهم ولا البطاطا تاع الكباب ماشي كيف كيف. البطاطا تاع الكباب تجي ملحمه، شوفوا قطعها شويه خشينه هكذا هكذا، هاكو تشوفوا تجي ملحمه ما تجيش رقيقه هكذا. بعثت لي بنتي، انا نقول بنتي مادام تعيط لي لميمه، قالت لي يا لميمه قالت لي فرحتيني، قالت لي حمرتي لي وجهي قدام راجلي وصحابه، قالت لي راني ندير راكي ديريها راني نعاود نطيب فيها وتجي بنينه وننجح. قد ما كي فرحانه يا بنتي، قد ما راني فرحانه اكثر منك. الحمد لله ان شاء الله يا ربي نكون صادق، نكون نعطيكم كلش وتتعلموا كلش باذن الله تعالى. هذه هي، ونفرح كي تفرحوا نتوما، نفرح تاع الصح كي تفرحوا نتوما. شوفوا ها قطعها كبيره، قطعها خشينه، هذه شويه برك فوالا. هذه هي دونك على هاني نحب ندير لكم الحاجات الساهلين نبداو بهم البنات، نبداو بالحاجات نورمال، من بعد تيك ان شاء الله نروحوا بالدرجه، نطلعوا بشويه بشويه ان شاء الله حتى توليوا طباخات ماهرات. كي هكذا يقولوا ماهرات ان شاء الله باذن الله. دونك انا واش ندير، نكمل البطاطا نقطعها ونديروها نقليوها. هنا نملح شويه البطاطا هكذا، وانا مازال ما قطعتهاش، ديرها غير على زوج هكذا فوالا. ودوك نبدا نقليها، هنا نرمي البطاطا نقليها.
كاينه حاجه، البطاطا كي تقليوها نورمال نخليوها كان زيت يسخن مليح، ديروا البطاطا تاعكم من بعد نقصوا للفرنو باش علاش طيب لكم البطاطا من داخل. فوالا صافي دوكا راهي النار نورمال، دوك غير تبدا نزيد لها شويه برك نقص لها الفرنو ونخليها طيب في غرضها باش طيب لي من داخل. هذه هي دوك نكمل نقلي البطاطا كامل. هنا طفيت الفرنو، واش نقول لكم، انا درت الحميصه، اعوذ بالله من كلمه انا، كاين ناس ما يحبوش الحميصه في الكباب، انا من عشاق الحميصه، نموت على الحميصه، ميم ولادي يحبوها، سي بور سا مع الكباب ندير، مي كاين ناس ما يديروش الحميصه، انا بيرسونيل مع جوزتي الله يرحمها تقول لي ما نديرش، ما تحبش دير الحميصه، مي يما دير الحميصه، صافي وانا نحبها، تسمى بالك كي والفت بها ولا، دونك ها هيك، انا واش ندير حاجه ديما نقص شويه مرقه، نخليها تكوتي. اوكا ولا نشفت لي كون نخليها للعشاء ونشفت لي هذيك المرقه نزيد نسخنها ونسقيها بها. فوالا دونك ها هي البطاطا راكو تشوفوها هي مقليه شابه. واش نقول لكم، خليو دائما كما قلت لكم ابداو نورمال عادي ها، مي من بعد واش ديروا الفرن في البطاطا ديروها تتقلى نورمال الزيت، من بعد ما يسخن وتاخذ شويه لاكروت هذيك نقصوا لها باسكو دي فوا البطاطا ما طيبش من داخل تقعد خضراء، كي يكون الفرن قوي افون دونك تتقلى تحمر بالخف وتطيب بالخف ما طيبش لداخل. نبدا بفرن يكون قوي نورمال، كي تاخذ لا كولور نقص لها بتي فو باش نخليها تطيب، ما تبداوش ابتي فو باسكو ابتي فو تشرب لكم الزيت وما تجيكمش مليحه. فوالا هذه هي ها هو الكباب، دوك انا نكمل نحرجو كيما يقولوا واش لازم له ندير له. الكباب تاعنا راهو طاب، انا واش درت لي الدجاج درت له شويه زبده شويه تاع زيت حمرته في المقله هكذا باش خدا لي اون كولور. دركا واش ندير، ندير شويه تاع المدنوس من فوق هكذايا ستار وعندي بريج تاع قارص نزيده له. هذه هي ان شاء الله واش نقول لكم، الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم تاع نتاع الكباب، يعني صادير اون روسيت سهله، وصفه سهله وكاع يعرفوها، مي حبيت نديرها وبربي ندير كلش الساهل والواعر كاع نديرهم. هذه هي نتمنى ان شاء الله هذا الكباب تاعنا يكون عجبكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.